زواج غدا عادل وحسن شاكوش يحدث ضجة كبيرة وهي تكشف الحقيقة، حقيقة حب وارتباط الفنانة غدا عادل وحسن شاكوش. غدا عادل تكشف حقيقة أنباء زواجها من حسن شاكوش هراء من نسج خيال كاتبة بعد إثارتهما الجدل. حقيقة زواج غدا عادل من شاكوش. زواجه من غدا عادل ليست الأولى، شائعات طاردت حسن شاكوش وتسببت في شهرته. السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم في قناتكم كرة شراب. لطفا قبل أن نبدأ فلا تنسوا أن تدعمونا بلايك أسفل الفيديو حتى نصل بهذا الفيديو إلى 9000 لايك. لو بتحب غدا عادل ما تنساش تضغط لايك أسفل الفيديو، فهذا يساعدنا كثيرا في معرفة عدد المتعاطفين مع غدا عادل. ولا تنسوا أن تضغطوا اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. غدا عادل تكشف حقيقة أنباء زواجها من حسن شاكوش هراء من نسج خيال كاتبة. نفت النجمة غدا عادل الشائعات التي ترددت عبر منصات السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي حول زواجها من مطرب المهرجانات حسن شاكوش، مؤكدة أن هذا الكلام هراء ومن نسج خيال كاتبة. ونشرت غدا عادل عبر حسابها على إنستغرام الصورة المتداولة حول زواجها قائلة: حسن شاكوش فنان محترم ولقاء به لم يتعدى متابعتي لفقراته الغنائية، وصورة فوتوغرافية، أي كلام قيل أو كتب بخلاف ذلك ما هو إلا هراء من نسج خيال كاتبه. وكان مصدر الصورة المنتشرة التي نشرها حسن شاكوش احتفالا بمقابلته مع النجمة غادة عادل مؤخرا، حيث نشر صورة من لقاء جمع بينهما معا عبر حسابه الرسمي على موقع إنستغرام، وعبر عن سعادته الكبيرة بهذا اللقاء حين كتب: كانت أحلى مفاجأة ومبسوط جدا إن شفتك حبيبة قلبي الأستاذة غادة عادل. ومن ناحية أخرى تستعد الفنانة غادة عادل لفيلمها القادم أهل الكهف، حيث نشرت أكثر من صورة من كواليس الفيلم الذي روجت له مؤخرا، حيث يشهد تواجد مجموعة كبيرة من النجوم مثل خالد النبوي ومحمد ممدوح. زواج غدا عادل وحسن شاكوش يحدث ضجة كبيرة وهي تكشف الحقيقة. بعد الضجة الكبيرة التي أثيرت حول زواج الممثلة المصرية غادة عادل والفنان المصري حسن شاكوش إثر انتشار صورة تجمعهما، نفت غادة عادل هذا الأمر مؤكدة أن هذا الكلام هراء ومن نسج خيال كاتبه. ونشرت غادة عادل عبر صفحتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي الصورة المتداولة حول زواجهما، وعلقت: حسن شاكوش فنان محترم ولقائي به لم يتعدى متابعتي لفقرته الغنائية، وصورة فوتوغرافية، أي كلام قيل أو كتب بخلاف ذلك ما هو إلا هراء من نسج خيال كاتبه أو قائله. وكان مصدر الصورة المنتشرة التي نشرها شاكوش احتفالا بمقابلته مع غادة مؤخرا معبرا عن سعادته الكبيرة بهذا اللقاء، وكتب: كانت أحلى مفاجأة ومبسوط جدا إني شفتك حبيبة قلبي الأستاذة غادة عادل. حسن شاكوش في أحدث ظهور له مع غادة عادل: أحلى مفاجأة مع حبيبة قلبي. احتفل الفنان حسن شاكوش بمقابلته مع النجمة غادة عادل مؤخرا، حيث نشر صورة من لقاء جمع بينهما عبر حسابه الرسمي على موقع إنستغرام، وعبر عن سعادته الكبيرة بهذا اللقاء حيث كتب: ومبسوط جدا إن شفتك حبيبة قلبي الأستاذة غادة عادل. من ناحية أخرى احتفل مطرب المهرجانات حسن شاكوش بتسجيل قناته الرسمية على موقع يوتيوب لقب الأكثر سماعا للعام الماضي 2020، وكتب عبر حسابه بموقع إنستغرام في وقت سابق: الحمد لله القناة الأكثر استماعا في الشرق الأوسط في عام 2020 1,800,000,000 مشاهدة. الحمد لله، شكرا لكل جمهوري وحبيبي اللي واقفين في ظهري وسبب نجاحي، ربنا يخليكم لي ودايما في ظهري. وكان مطرب المهرجانات حسن شاكوش قد شارك متابعيه وجمهوره بصورة جديدة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، ظهر من خلالها وهو في نيو لوك جديد بالشعر والشنب الأبيض ليخطف أنظار متابعيه خلال وقت قصير من طرح الصورة، وكتب قائلا: هوبا رجعنا ليكو. وفي جانب آخر شن مطرب المهرجانات حمو بيكا هجوما حادا على زملائه حسن شاكوش وعمر كمال خلال أيام قليلة بسبب الخلاف على أرباح القناة المشتركة بينهم، حيث وصفهما بالصحاب المزيفة ونشر فيديوهات يكشف بها عن خلافات
معهما عبر حساباته بموقع التواصل الاجتماعي، في حين تستعد الفنانة غادة عادل لفيلمها القادم أهل الكهف، حيث نشرت أكثر من صورة من كواليس الفيلم التي روجت له مؤخرا، حيث يشهد تواجد مجموعة كبيرة مثل النجوم مثل خالد النبوي ومحمد ممدوح. النجوم يواسون أحمد السقا وأسرته في عزاء محمد الصغير. أقيم مساء يوم الجمعة عزاء خبير تصفيف الشعر الشهير محمد الصغير وحما أحمد السقا عقب صلاة المغرب بمنزل الراحل بالشيخ زايد، وذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة ضد فيروس كورونا. وقد تم تحديد إقامة عزاء الراحل على مدار يومين الجمعة والسبت وفقا لما قررته الأسرة، بعد أن رحل صباح يوم الجمعة متأثرا بإصابته بفيروس كورونا بعدما ساءت حالته الصحية، واضطر الأطباء لوضعه على أجهزة التنفس حيث وصل الفيروس للرئتين ونقل إلى العناية المركزة. وقد حرص عدد من نجوم الفن على حضور العزاء، وكان أول الحاضرين يسرى وإدوارد ووفاء عامر وهاني رمزي. أحمد السقا ومها الصغير يستقبلان المعزين في والدها اليوم. يستقبل النجم أحمد السقا مساء السبت عزاء اليوم الثاني لحماه ووالد زوجته الإعلامية مها الصغيرة خبير التجميل محمد الصغيرة، الذي وافته المنية يوم الجمعة بعد إصابته بفيروس كورونا. وأقيم عزاء اليوم الأول الجمعة في منزل الصغير بمدينة السادس من أكتوبر، وكان النجم أحمد السقا ونجله ياسين وزوجته مها الصغير قد تلقوا الجمعة العزاء بخبير التجميل الراحل محمد الصغيرة من أمام مقابر الأسرة بجوار كلية البنات بمصر الجديدة. وكان في مقدمة الحضور أمير كرارة الذي تواجد في صلاة الجنازة ولازم الجثمان في المقابر، كما قدمت النجمة إلهام شاهين العزاء أمام المقابر، وشيعت جنازة خبير التجميل محمد الصغير بعد صلاة الجمعة من مسجد السلطان حسين بمصر الجديدة. ودخل ياسين السقا ابن أحمد السقا وحفيد محمد الصغير في نوبة بكاء شديدة بمجرد وصول الجثمان إلى المسجد. والآن أعزائي المشاهدين، أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن قبل أن ننهي حديثي سأطرح عليكم سؤالا، وأتمنى منكم المشاركة بآرائكم في التعليقات. ما هو سبب ظهور الشائعات عن غادة عادل؟ لا تنسوا أن تشاركوا بآرائكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة، لا تنسوا الصلاة على النبي.